هيا تعالي يا بنتي سمعيني مقطوعة شعرية من اللي انتي مألفاها. أصل عوض في قطعة حبل أفكاري. تعالي اسمعوا بقى يا حبايبي الشعر بتاعه. هيا قولي يا حبيبتي. ونزلت يوم 30 ومعايا الملايين. الله. عشان مصر تبقى لكل المصريين يا كل شعبنا. دي مصر حبيبتي ولينا كلنا. مسلم مسيحي الوحدة تلمنا. ويا عيشت بلادي ومصر أمنا. لو كان عندي بطاقة كنت مضيت لتمرد. لكن عندي طاقة ولازم إني أصمت. مرجعتش في كلامي ونزلت يوم 30 السيسي ألف بيان. الشعب في الميدان وانا بقولها كمان مصر اعلى مكان. برافو.